صارت تبتدي. احنا عندنا في الجزائر عنده خاصيه، الخاصيه هو يتوشي المراه اللي لاج تاعها يكون صغير بارابور سرطان الثدي في الدول الاخرى. كنشوف في الدول الاوروبيه متوسط العمر في سرطان الثدي في الجزائر هو 47 سنه حتى 48 سنه. باغ كونتر في الدول المتطوره ندول المثال تاع فرنسا هو 62 عام. دونك المرضى تاعنا صغار بارابور المرضى تاع الخارج. بامي الاسباب عندنا الحاجه الاولى اللي تشوفوها، نشوفوا العامل كاين عامل وراثي. عامل وراثي تكون كاينه طفره وراثيه توشي اون فامي، تصيب كاين دي فامي اللي عندهم سرطان الثدي. كاين الزوج، كاين العامل هرموني، كاين عامل لوبيزيتي صديق لو سوربوا السمنه المفرطه. كاين تاني اللي ما تبوجيش بزاف، يقولك تحركوا ترزقوا، ولا كاين دي بيستيسيد. دونك انا بور لو مومون رانا ناكلو ما نش عارفو حتى الحاجه اللي ناكلو فيها واش فيها، تلمو لا كونتينونسون بيستيسيد، مكاش معايير ومكاش وسائل الرقابه.